هي ايه حكاية الجيل الخامس من الاتصالات؟ ايه هي طبيعته؟ ازاي بيساهم في تسريع الانترنت؟ وهل ليه علاقة بزيادة الاسعار في تعريفة الاتصالات بعد الشبكات الجديدة؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو، فتابعنا للاخر. في الساعات الأخيرة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد توقيع منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر زي أورنج وفودافون وآي أند مصر اللي هي اتصالات، وبنفس الشروط اللي كانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت على أساسها التراخيص دي في يناير الماضي. عشان كده وصل إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الأربعة حوالي 675 مليون دولار، وده مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 سنة. طب ازاي خدمات الجيل الخامس هتساهم في زيادة سرعة الانترنت؟ منح تشغيل خدمات الجيل الخامس دي هتنعكس بالإيجاب على سرعات الانترنت وكمان الاقتصاد القومي، ومش بس كده، لا ده كمان على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة. كمان تقنيات الجيل الخامس هيساهم بشكل كبير في تحقيق التحول الرقمي علشان يتيح لشبكات الجيل الخامس سرعات فائقة بتدفع عمليات التحول الرقمي وتحقق رؤية مصر لأهداف التنمية. كمان بتعتبر تقنيات الجيل الخامس عامل محوري في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء، واللي بيعتبر من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة علشان بيشغل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة. يعني ببساطة إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر هي خطوة مهمة جداً لتعزيز قدرات سوق الاتصالات، وبتعكس التزام الدولة بتوفير أحدث التقنيات وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين زي اتصالات متطورة بتواكب المعايير الدولية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم التكنولوجيا المتقدمة. دور الحكومة في إتاحة رخصة خدمات الجيل الخامس بالتزامن مع التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية بيعتبر خطوة استراتيجية نحو تمكين مصر من مواكبة التقدم العالمي في مجال الاتصالات. كمان تكنولوجيا الجيل الخامس هتساهم في تحسين سرعة الانترنت والقدرة الاستيعابية لشبكة أورنج، وده هيساهم في تعزيز تنافسية الشركات وقدرتها على تقديم خدمات متميزة لعملائها. الخدمة الجديدة دي هتفتح آفاق جديدة في المستقبل لاستخدامات مبتكرة زي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهتلعب دور مهم في تسريع مشاريع التحول الرقمي اللي هي أصلاً جزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية. ونقدر نقول ان اسعار خدمات الاتصالات ملهاش علاقة بالجيل الرابع او الجيل الخامس، وبالتالي فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيدرس دلوقتي زيادة الاسعار، وجاري التنسيق مع شركات الاتصالات هيتم الاعلان عنها وقت الانتهاء منها. يعني لحد دلوقتي مفيش زيادة في اسعار خدمات الاتصالات او الانترنت في مصر لحين تطبيق التجربة في مدة من 3 لـ 6 شهور، وبعد كده هيتحدد هل هتطبق زيادة ولا لا. انا اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.